ليش في مرحلة الاعتقال؟ بعتقد أنه أحد أسبابه هي أوامر جديدة للجيش في بعد 7 أكتوبر. حجم الإهانة اللي أنا حقيقة شعرت فيها بهذا الاعتقال حقيقة سترسخ في الذاكرة. إهانة أنا ما بقدر أوصفها، إهانة سببها العنف وسببها العجز لما أنت تكون معتقل، وكمية العنف رهيبة، كمية العنف اللفظي وكمية العنف في التعامل، مش شرط الضرب يعني، يعني تم التعامل معنا باختصار كحيوانات في حظيرة. الجيش ازداد عنف وربط الكلفشات بطريقة أمتن، وتم تعصيب عينينا بطريقة جدا سيئة، اللي هي بيرفع البلوزة على وجهك وبعدين بحط لك العصبة على عينيك. وهناك الظروف الإنسانية اللي أنت بتعيش فيها كمريض أو كإنسان هي مش ظروف إنسانية. تخيل أنت إنسان برفض الجيش لمدة ساعات طويلة أنك تقضي حاجاتك الأساسية، برفض يشربك ميه، وهذا كله بترافق مع الصراخ والإهانة والاستعداد لضربك.